بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والخارجية والداخلية والمجالس القومية المتخصصة. فإذا الدستور كمان ألزم الدولة باتخاذ الإجراءات لتمثيل المصريين في الخارج داخل هذا البرلمان في مادته 208، وبالتالي طالما هو حق بتكفله الدولة فهو كمان واجب على كل مصري مقيم في الخارج إن هو يشارك بكل جدية في هذه الانتخابات البرلمانية، لأن صوته مهم جدا ومصر منتظرة مشاركته في هذا في العملية الانتخابية. المواطن المصري المقيم في الخارج ده يعني مصري مساهم ومندمج بشكل ملحوظ في المجتمعات المختلفة الأجنبية اللي هو بيقيم فيها، ومع مساهمته ومع اندماجه في هذه المجتمعات إنما هو لي عنده انتماء شديد وغيرة شديدة وفخر شديد بمصريته مش هنلاقيها مع جنسيات أخرى. فأنا يعني بأثمن بالمصري من أبناء الوطن المقيم في الخارج. ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب من الداخل ومن الخارج، وإحنا دلوقتي في آخر مرحلة من تكوين مؤسسات هذه خارطة الطريق اللي بتستوجب المشاركة الوطنية من المواطنين في الداخل والخارج، لأنه بالمشاركة دي هو هيقدر إن هو يختار ممثله في البرلمان. وزي ما حضراتكم عارفين البرلمان هو صوت الشعب الحقيقي اللي من خلاله بيقدر إن هو يعني يظهر طموحاته وتطلعاته، وفي نفس الوقت البرلمان هو السلطة الرقابية على الدولة وعلى كل أساليب هذه الدولة في التعامل مع مشاكل المواطنين.